أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به، في مباحث الأمر في صفحة 290. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به من المأمور إذا أتى بجميع مصححاته، وإلا لم يكن مجزيا. والواجب المؤقت كالصلاة والحج يسقط بذهاب وقته عند الأكثر، وقيل لا يسقط، اختاره القاضي والشيخ والحلواني وبعض الشافعية، وقضاؤه بأمر جديد على القول الأول. نعم، إلى هنا أحسنت. يقول: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به من المأمور إذا أتى بجميع مصححاته. مقتضى الأمر الشرعي أن المكلف إذا أتى بالفعل المأمور به فإن عمله يكون مجزئاً أي صحيحاً، فلا يلزمه إعادة ولا قضاء. وقيده المؤلف رحمه الله بقيد، وهو قوله: إذا أتى بجميع مصححاته. الضمير يرجع إلى الفعل، يعني إذا أتى المكلف في الفعل بجميع ما يصح به الفعل، ومصححات الفعل هي أجزاء العبادة من شروط من أركان وواجبات، وكذا الشروط. وهذا معنى المصححات، أن يأتي بالعبادة بكل أجزائها، وأن يأتي بشروطها تامة، فحينئذ يكون فعله بعد هذا صحيحاً مجزياً. قال: وإلا لم يكن مجزئاً. الاستثناء يرجع إلى الأخير في قوله: أتى بجميع مصححاته، فاستثنى المؤلف بقوله: وإلا لم يكن مجزئاً، يعني وإن لم يأتي المكلف بجميع مصححات الفعل لم يكن فعله مجزئاً صحيحاً. وذلك يتصور بثلاثة أمور، أعني عدم الصحة: الأول أن يخل ببعض أجزاء العبادة، كأن يصلي الرباعية ثلاثاً عمداً، أو أن يصلي وقد ترك ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود والتشهد الأخير ونحو ذلك. هذا الأول. الثاني ألا يأتي بالشروط تامةً، بأن لا يأتي بها كلها أو يأتي ببعضها دون بعض، كمن صلى وقد انكشف بعض عورته، يعني يركع مثلاً فيظهر شيء من ظهره مثلاً، من أسفل ظهره أو من فوق الركبة مثلاً، من بعض الفخذ، فهذا الفعل لا يكون صحيحاً، الصلاة ما تكون صحيحاً. أو يأتي بالعبادة بكل أجزائها وبكل شروطها، لكن يوجد مانع يمنع من صحة الصلاة أو الصوم
أو غير ذلك من العبادات، كالمرأة تصلي الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، لكن في وقت الحيض مثلا تصوم في وقت الحيض، فإذا صامت مستجمعة لكل ما يجب في الصوم فإن صومها غير صحيح، لا من جهة أنها قصرت في الأجزاء والشروط، وإنما من جهة المانع، المانع من صحة العبادة. ثم قال: والواجب المؤقت كالصلاة والحج يسقط بذهاب وقته. قوله والواجب شروع في مسألة جديدة، وقوله المؤقت إشارة إلى وجود واجب آخر غير مؤقت، وذلك أن من الواجبات الشرعية ما هو مطلق عن الوقت، لم يحدد له الشارع وقتاً له بداية وله نهاية. وحينئذ نقول الواجب المطلق، أي الذي لم يؤقت بوقت محدد، هذا لا يتصور فيه إلا الأداء، فلا يقال يذهب بذهاب وقته، لأنه ما يتصور فيه إلا الأداء، مثل الكفارات ومثل الوفاء بالنذر، فإن هذا مهما وقع الفعل من المكلف، سواء وقع بعد سببه أي ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الوفاء بالنذر، أو متأخراً على التراخي، فإنه يقع أداءً فلا يفوت بفوات الوقت، لأن الوقت مطلق. وإنما الخلاف في الواجب المؤقت بوقت محدد، حدد الشارع له وقتاً له بداية وله نهاية. اختلف الأصوليون فيما إذا فات الوقت، فهل يفوت الواجب؟ يعني هل يسقط الواجب الشرعي بفوات وقته أو لا؟ هذا محل الخلاف، وهي المسألة التي ذكرها المصنف. وبعض الحنفية قالوا إن محل الخلاف في القضاء بمثل معقول، لأن الحنفية يقسمون القضاء إلى قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وبقضاء في معنى الأداء. فيقولون محل الخلاف في المسألة هو في القضاء إذا كان بمثل معقول. طبعاً المثل المعقول يقصدون به ما لا يعقل إلا من جهة الشرع، وليس المراد أن العقل ينافيه. القضاء بمثل معقول يعني مثل الصلاة مكان صلاة، والصوم بدل الصوم، فالقضاء هنا بمثل، أي بمثل الفعل المقضي معقول، أي مقبول في الشرع، عرف بواسطة الشرع. أما القضاء بمثل غير معقول فهذا لا يجب إلا بنص جديد بالإجماع، لا يجب إلا بنص جديد بالإجماع، مثل الشيخ الفاني فإنه يفدي عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية، فيفدي عن صوم رمضان عن كل يوم يطعم مسكينا، فهذا مثل غير معقول، غير معقول يعني ما يعرف إلا بجهة الشرع، ما يمكن أن يعرف باستنباط واجتهاد من المجتهدين ولا بالعقل ولا بغيره. فقال المصنف رحمه الله: الواجب المؤقت كالصلاة والحج، يقصد الحج إذا فاته يوم عرفة يعني، يسقط بذهاب وقته عند الأكثر، يسقط الواجب بذهاب وقته وانقضاء الوقت إذا خرج الوقت يعني، وحينئذ فلا يجب على المكلف أن يقضي ذلك الواجب الفائت إلا بأمر شرعي جديد، كما سوف يأتي في آخر المسألة إن شاء الله. وهذا مذهب الأكثرين كما ذكر المصنف، وهو مذهب المالكية والشافعية، وقيل إنه مذهب الحنفية،
وهو الصحيح عند الحنابلة، يعني هو قول الأكثرين كما ذكر المصنف. ثم أشار المصنف رحمه الله بل شرع في المذهب الثاني في المسألة فقال: وقيل لا يسقط، يعني القول الثاني أن الواجب الشرعي إذا خرج وقته لا يسقط، تبقى ذمة المكلف مشغولة بذلك الواجب لا بد أن يأتي به، فلا ينتظر أمراً شرعياً جديداً يوجب عليه القضاء، بل الأمر بالأداء هو نفسه أمر بالقضاء. قال: اختاره القاضي أبو يعلى والشيخ يعني ابن قدامة والحلواني وكلهم من الحنابلة، قال: وبعض الشافعية، وأيضا اختاره كثير من الحنفية، وقيل إنه مذهب أكثر الحنفية. ثم قال: وقضاؤه بأمر جديد على القول الأول. هذا إشارة إلى فائدة الخلاف في المسألة، يعني أن فائدة الخلاف في المسألة هو أنه بعد خروج الوقت فإن أصحاب المذهب الثاني يقولون الواجب ما يحتاج إلى أمر جديد، القضاء ما يحتاج إلى أمر جديد، بل لابد أن يأتي به، وأما أصحاب المذهب الأول فقالوا لا يقضي إلا بأمر جديد يوجب عليه القضاء، وحينئذ عليه فقط الاستغفار والتوبة. وتظهر فائدة الخلاف، هذا أثر الخلاف الجملي الكلي، لكن أثر الخلاف في أحد الفروع يعني الراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه هو في صور، منها أن تارك الصلاة عمداً هل يجب عليه قضاؤها؟ أذن عليه العصر مثلاً فترك الصلاة عمداً إلى أن خرج الوقت ثم تاب بعد ذلك يعني وأراد يعني يسأل يقول ماذا أفعل؟ فاختلف العلماء على قولين، فبعضهم قال يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة المتروكة عمداً لأن الأمر الذي أمره بالأداء هو نفسه آمر بالقضاء، أقيم الصلاة وأقيم الصلاة وغير ذلك من النصوص هي دالة على وجوب القضاء بعد خروج الوقت. وقال قوم من الفقهاء لا يقضي وإنما عليه التوبة والاستغفار. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد نص شرعي يوجب على التارك عمداً قضاء الصلاة المتروكة، لأن النص الشرعي إنما جاء في المعذور ما جاء في العامد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر في العامد شيئاً وحينئذ ما يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد. ومن المسائل ما لو نذر صوم يوم بعينه كأن يقول لله علي أن أصوم غداً الأربعاء ثم فاته الغد مضى ولم يصمه، فهل يجب عليه قضاؤه؟ قولان للعلماء ينبنيان على الخلاف في أن الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء أو ليس أمراً به. ومنهم في المعاملات لو ما قال يعني لغلامه مثلاً بع هذه الدابة في رجب فانقضى رجب ولم يبعها، فهل يجب عليه أن يبيعها بعد انقضاء الشهر؟ فبعضهم قال نعم يجب عليه أن يبيعها حتى لو انقضى الوقت. لماذا؟ لأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء فلا يخرج الواجب بخروج وقته. وقال بعضهم لا، ينتظر في بيعها أمراً جديداً من سيده أو الآبر له. نعم تفضل يا شيخ. والأمر بالأمر بشيء كقوله عليه السلام لعمر مره فليراجعها، وكقوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع لا يقتضي الوجوب، وكقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس ليس أمراً به، اختاره الأكثر خلافاً لبعضهم. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: والأمر بالأمر بشيء إلى آخره، شروع في مسألة جديدة
لقبها كما هو معروف في كتب الأصول، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو ليس أمرا به؟ بعد اتفاق العلماء على أن المبلغ يعني المأمور، إذا جاء يتصور المسألة في ثلاثة أفراد، ثلاثة أشخاص، آمر ومأمور أول ومأمور ثاني. زيد يأمر عمراً أن يأمر بكراً بشيء، هناك ثلاثة أشخاص، ثلاثة أطراف في المسألة. زيد يأمر عمراً أن يأمر بكراً بشيء، فهل أمر الثاني هذا الذي هو عمرو لبكر الذي هو الثالث، هل هو أمر من جهة الأول أو لا؟ يعني الآمر الأول هل هو آمر للثالث وكأن الواسطة لاغية أو لا؟ بعد اتفاقهم، بعد اتفاق العلماء على أن الثاني إذا كان مبلغاً فقط فإن الأمر بالأمر بشيء أمر به، يعني لو قال زيد لعمر مر بكرا أن يبيع سيارتي، فجاء عمر إلى بكر فيقول إن زيدا يقول لك بع سيارته الفلانية، هذا الآن آمر أو مبلغ؟ هذا مبلغ فقط، وسيلة مبلغ للأمر، فهذا أمر بالشيء، هذا ما يشك فيه أحد ولا يختلفون في هذا. طيب، وحينئذ ما محل الخلاف؟ اختلف علماء الأصول اختلافاً كبيراً في تصور المسألة وتصويرها، فقال بعضهم إن المراد أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالأوامر الشرعية، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر أمته، فهل يكون النبي صلى الله عليه وسلم آمراً على الحقيقة أو لا؟ قولا، فقال بعضهم هو آمر، فإن طاعته مطلقة، وقال بعضهم لا، هو آمر على المعنى فقط والتجوز، لأن الآمر بالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو المشرع للأحكام، هكذا صورها بعض علماء الأصول خصوصاً المتقدمين، وحينئذ المسألة لا يكون لها كبير فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في أوامره باتفاق، إنما هل هو آمر حقيقة أو لا، هذا يعني ليس فيه كبير فائدة. وقال بعضهم إن المسألة على ظاهرها كما ذكرناها في أول الكلام، أن زيداً يأمر عمراً، فيأتي عمر فيأمر زيداً من غير قوله قال لك فلان إنك مأمور بكذا، إنما يأتي ويصدر له الأمر بدون ما يشعر بالبلاغ. وضح الصورة الثانية؟ زيد يأمر عمرا فيأتي عمرا فيأمر بكرا بنفس الأمر من غير أن يقول إنه مبلغ للأمر، وهذا في الحقيقة مشكل جدا، لأن الثاني ليس له الأمر على الثالث، ليس له سلطة الأمر عليه حتى يقال إنه تجب طاعته، وإن قيل إنه له سلطة عليه صار هو الآمر للأول. وبعض الأصوليين حاول أن يخفف من بعد المسألة بهذه الصورة، فقال ممكن هذا إذا احتف بالكلام القرائن، يعني أن يأمر الأول الثاني أن يأمر الثالث، فجاء الثاني وأمر الثالث وعرف الثالث بأن الأول هو الآمر بالقرينة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي
بالناس، فيأتي الصحابة ويأمرون أبا بكر أن يصلي بالناس، ويعرف أبو بكر رضي الله عنه أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصور أن يؤمر أحد بالتقدم للصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة تدل على أن الأول هو الآمر. لكن في الحقيقة أنه حتى مع هذا القول تبقى المسألة فيها بعد بهذا التصوير، لأن القرينة تقوم مقام من يكمل التبليغ. أحسنت، تقوم مقام التبليغ. إذا وجدت القرينة الحالية فكأن الثاني مجرد مبلغ، وإذا صار مبلغاً فصارت المسألة محل إجماع أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به لأنه مجرد مبلغ. وقال بعض الأصوليين إن الخلاف إنما هو في أمر الاستصلاح، يعني الفريق الثالث الذين صوروا المسألة خصصوا الدعوة، جعلوها أخص من ظاهرها، فقالوا محل النزاع الذي يذكر في هذه المسألة إنما هو في أمر الاستصلاح لا في أمر التشريع والإلزام والحتم. مثل ماذا؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء للآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة، هذا الأمر هو أمر استصلاح لا أمر حتم وإلزام، فإن ابن سبع ليس مكلفاً بالصلاة، لكنه أمر استصلاح له ليتدرب على هذه العبادة التي تتكرر كثيراً، فإذا بلغ لم يعني يأنف من فعلها، وحينئذ تكون الدعوة أخص، يعني أن هذا هو محل النزاع. إذا كان الأمر أمر استصلاح فهل الأمر بالشيء، هل الأمر بالأمر بشيء أمر به؟ بمعنى مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل الأولاد أبناء السبع مأمورون من الشارع بالصلاة أو لا؟ يكون هذا هو محل النزاع، أما أمر الحتم والإلزام فلا. وأمر الحتم والإلزام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها، فإن هذا أمر حتم وإلزام. قال والأمر بالأمر بشيء كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، وكقوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع لا يقتضي الوجوب. هذا اختيار المصنف ونسبه للأكثرين كما سوف يذكر. قال لا يقتضي الوجوب، ولهذا قال الحنابلة والشافعية إن مراجعة المطلقة التي طلقت زمن الحيض أن مراجعتها مستحبة وليست واجبة من جهة هذه القاعدة، يعني مستدلين بهذه القاعدة قالوا أن الأمر بالأمر بالشيء ليس على جهة الإلزام، فهو ليس أمرا به، وحينئذ يكون ليس واجبا وإنما يستحب له، خلافا للحنفية والمالكية، ولهذا أوجبوا المراجعة، أوجبوا عليه أن يراجعها. قال وكقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال ليس أمرا به، فحينئذ يحتاج المأمور الثاني الطرف الثالث يحتاج إلى الاستخبار والاستفهام بأن يقول من أمر بهذا، لأن الأمر بشيء ليس أمرا به فلا يجب عليه. قال اختاره الأكثر، نعم هو مذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو قول الحنابلة وبعض المالكية. قال خلافاً لبعضهم، هذا المذهب الثاني في المسألة، فقد ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وأكثر المالكية إلى أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر به. نعم.
فضلك. والأمر بالماهية وهي صورة الشيء الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها، لأن الكلية مغاير للجزئي وغير مستلزم له، كقوله وامسحوا برؤوسكم لا يجب مسح ربعه أو بعضه، وكقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد جميع البيت. والأمر بالصلاة لا يقتضي في مكان معين، ليس أمراً بجزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافاً للآمدي. نعم، أحسنت. يقول المصنف رحمه الله والأمر بالماهية إلى آخره، وهذا شروع في مسألة جديدة، فقال والأمر بالماهية وهي صورة الشيء الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها. يعني إذا أمر الشخص بفعل بلا قيد، لم يقيد بقيد من زمان أو مكان أو غير ذلك، وهو ما نسميه الأصوليون بالمطلق، فإنه لا يكون أمراً بشيء من جزئيات ذلك الفعل، لأن اللفظ لا يدل عليه ولا يقتضيه، لا يقتضيه يعني لا يقتضي التعيين، لا يقتضي تعيين جزء من جزئيات ذلك الفعل. يعني مثلا لو قال له، لو السيد قال لغلامه وقد دفع إليه ثوبا وقال بعه، هذا أمر مطلق لم يقيده بالشيء، فلا يأتي شخص ويقول هو أمر له بأن يبيعه بثمن المثل أو بثمن زائد، أو أمر له بأن يبيعه في السوق الفلاني، هل يصح هذا؟ ما يصح. أين هذا في اللفظ؟ لا يوجد. إنما يتعين مهر، إنما يتعين ثمن المثل من جهة العرف، لأنه يقيده بذلك. أما اللفظ فلا، لا يدل على هذا. قال ليس أمراً بشيء من جزئياتها، ثم استدل على هذا بقوله لأن الكلية مغاير للجزئي وغير مستلزم له. الكلي يغاير الجزئي، لأن الجزئي لا يصدق على متعدد، يعني لا يصدق على كثيرين مثل زيد أو مثل عمرو، بعكس الكلي فإنه يصدق على كثيرين مثل لفظة إنسان، فإنه يصدق على زيد وعمر وبكر إلى آخره. قال وغير مستلزم له. نعم، وبهذا يظهر الفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة يذكرها بعض الأصوليين، وهو الأمر بالشيء المركب أمر بأجزائه. الأمر بالشيء المركب أمر بأجزائه، هناك جزئيات وهنا أجزاء في القاعدة الثانية. وإن كان بعضهم قال إن الجزئيات في مسألتنا هي بمعنى الأجزاء أو بمعنى الأفراد، الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، مثل الأغصان بالنسبة للشجر أو الساق أو الأوراق أو الثمار أو الجذور، كل واحد من هذه أجزاء بالنسبة إلى الشجرة. أما الجزئي فلا، ليس يتركب منه ومن غيره من الجزئيات كل، وإنما يتركب منه الكلي. وحينئذ فالفرق بين الجزء والجزئي أن الجزئي يصدق عليه اسم الكلي، بخلاف الجزء لا يصدق عليه اسم الكل. الجزئي يصدق عليه اسم الكلي، يعني الآن إنسان كلي، جزئياته زيد وعمر وبكر إلى آخره، فيصدق على كل جزئي اسم الكلي، فزيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان إلى آخره، بخلاف الأجزاء فإن الجزء لا يصدق عليه اسم الكل، ولا يصح أن تقول عن الثمار إنها شجرة والجذور إنها شجرة. نعم،
فقلنا أن القاعدة هذه عرفناها، لكن القاعدة الأخرى التي قد تلتبس بها هي قاعدة أن الأمر بالشيء المركب أمر بأجزائه، كالصلاة فإن الصلاة لها أجزاء، الأمر بالصلاة أمر بكل أجزائها، أمر بالركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة وبكل ركن من أركانها. ثم قال المصنف رحمه الله: كقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لا يجب مسح ربعه أو بعضه. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لا يصح أن يستدل به مستدل على أن هذه الآية تقتضي مسح ربع الرأس، فيقال: من أين أتيت بكلمة ربع؟ وامسحوا هذا مطلق، لم يقيد لا بربع ولا بغيره ولا بالبعض كشعرة أو ثلاث شعرات. وكقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد جميع البيت، فلا يكون أمراً بالطواف بجزء من أجزاء البيت ولا في زمان معين. والأمر بالصلاة لا يقتضي في مكان معين، إذا الأمر أقيموا الصلاة لا يقال إن المراد الأمر بالصلاة في مكان كذا، لا، من أي لا يدل على هذا، الأمر بالماهية الكلية لا يدل على أمر بشيء معين من جزئياتها. قال: ليس أمراً بجزئياتها عند ابن الخطيب. ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي، والمصنف هنا رحمه الله يسميه ابن الخطيب، وسميه أحياناً صاحب المحصول وأحياناً يقول الرازي، يعني تنوعت عبارات المصنف رحمه الله في التعبير عن رأي فخر الدين الرازي رحمه الله. قال: وغيره. نعم، هو ليس فقط ابن الخطيب، بل هذا مذهب أكثر العلماء، ما ذكره المصنف من أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها هو مذهب أكثر العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: خلافاً للآمدي. نعم، هو الآمدي خالف في هذه المسألة، وكذلك ابن الحاجب، فقال: الأمر بالماهية الكلية أمر بجزئي من جزئياتها، وهو مذهب يعني فيه شيء من الشذوذ. نعم، تفضل يا شيخ. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي وابن عقيل نحو: افعل كذا إذا شئت. ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية، نحو: صلوا أبداً ما بقيتم، ولا تفعل كذا أبداً ما بقيت، خلافاً للمعتزلة. أحسنت. يقول: ويجوز أن يرد الأمر معلقاً باختيار المأمور، يعني يجوز شرعاً أن يأمر الشارع بأمر شرعي ويعلقه باختيارنا، باختيار المكلفين، هذا جائز، والاستقراء دليل على صحة هذا المذهب. ففي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الشاهد في قوله: اقرأوا إن شئتم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين يجدونه في بطن الناقة بعد نحرها، فماذا قال؟ قال: كلوه إن شئتم. كلوه أمر، وعلقه بمشيئتنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء، يعني قال في الثالثة: لمن شاء. وحينئذ فالأمر إذا علق بالمشيئة، يقول العلماء، تكون قرينة صارفة للأمر عن أصله.
فلا يفيد الوجوب، لأن الوجوب معناه الحتم والإلزام، شئنا أم أبينا. فإذا علق بمشيئتنا دل على أنه ليس على الحتم والإلزام، وحينئذ إما أن يصرف للإباحة وإما أن يصرف للندب، وهذا أيضا من آثار القاعدة التي يذكرونها، أن الأمر إذا صرف عن الوجوب فماذا يفيد؟ نقول إذا صرف عن الوجوب اقتضى الجواز، والجواز ليس معناه الإباحة، وإنما المراد ما يصدق بالمندوب والمباح، ما يشمل المندوب والمباح. يعني إذا صرف الأمر عن الوجوب دل على الجواز الصادق بالمندوب وبالمباح. والأمثلة رأيتم فيها، بعض الأمثلة التي ذكرناها بعضها إباحة وبعضها استحباب. ثم قال: ذكره القاضي، يعني المراد أبو يعلى، قال: وابن عقيل تلميذه، أبو الوفاء علي بن عقيل، نحو افعل كذا إن شئت. والمعتزلة خالفوا في هذه المسألة وقالوا: لا يجوز أن يأمر الشارع بشيء ويعلقه بمشيئتنا، ظنوا أن هذا من باب التناقض، كما منعوا الواجب الموسع والواجب المخير. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية. دائما المقصود به يعني أن يرد الأمر على صفة الدوام، أو أن يرد النهي بصفة الدوام. قال: إلى غير غاية، وهذا معنى الديمومة، يعني يرد دائما لا إلى غاية، يعني أبدا، يقصد أبدا، أن يؤمر بفعل أو ينهى عن شيء على سبيل الأبدية. قال: نحو صلوا أبدا. قال: نحو صلوا أبدا ما بقيتم، ولا تفعل كذا أبدا ما بقيت، خلافا للمعتزلة. يعني مثل المصنف رحمه الله بأمثلة افتراضية كما يمثل كثير من الأصوليين. في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، فماذا قال سراقة؟ أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل هي للأبد، دخلت العمرة على الحج إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تأبيد للجواز، لجواز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. وكذلك في النهي: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فهذا يجوز كما هو ظاهر، ومع ذلك فخالفت المعتزلة. تفضل يا شيخ. والأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أحمد وغيره، والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يخرج أحد لشمول الأمر لكل فرد، ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب إلا بدليل، أو يكون الخطاب الوارد لا يعم، فحينئذ يكون فرض كفاية. نعم، يقول: والأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أحمد رحمه الله وغيره. الأمر بالصفة يستلزم الأمر بالفعل الموصوف بتلك الصفة، لاستحالة وجود الصفة بدون موصوف. لا يمكن أن يوجد العرض بدون جوهر وذات تقوم به هذه الصفة.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الأمر هنا بالصفة وهي المبالغة في الاستنشاق، فيدل على ماذا؟ على أن نفس الاستنشاق مأمور به. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أمر بالطمأنينة في الركوع فيكون أمرا بالركوع. قال نص عليه أحمد وغيره. نعم هو نص عليه أحمد في مسألة الاستنشاق، وأخذ الحنابلة هذا من كلام أحمد في هذه المسألة، إلا أن المصنف رحمه الله قد أحسن هنا حين أطلق الكلام بقوله الأمر بالصفة أمر بالموصوف وسكت، وإلا فالأصوليون يذكرون أن هذه الصورة محل اتفاق، إنما الإشكال في ماذا؟ أن الأمر بالصفة إذا كانت مستحبة هل يدل على أن الموصوف واجب؟ محل خلاف، قولان لعلماء الأصول، وهو القدر الذي سكت عنه المصنف رحمه الله اختصارا. وهذه المسألة عكس مسألة النهي، يعني مسألة النهي على الضد من مسألة الأمر هذه، بمعنى أن النهي عن الصفة لا يعني النهي عن الموصوف، النهي عن الصفة ليس نهيا عن الموصوف، فتكون مسألة النهي عكس مسألة الأمر هذه. مثل ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي عن الصفة مشية المرح والخيلاء، فهل هو نهي عن الموصوف المشي في الأرض؟ لا، ليس نهيا عنه. النهي عن ضرب النساء ضربا مبرحا، الأزواج نهوا عن أن يضربوا النساء ضربا مبرحا، الوصف ما هو المنهي عنه؟ كونه مبرحا أي شديدا، فهل هو نهي عن أصل الضرب؟ لا، لا يدل على هذا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، النهي عن الصفة وهي المعتكف ما يباشر زوجته، فهل هو نهي عن أصل المباشرة؟ لا، فتكون هذه المسألة عكس مسألة الأمر. قال والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يخرج أحد لشمول الأمر لكل فرد، ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب إلا بدليل. هذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى في الشريعة، وهي أن الأمر إذا توجه لجماعة من الناس اقتضى وجوبه على كل أحد، وحينئذ فلا يخرج من الحكم أحد إلا بدليل، إلا بدليل، وهو ما نسميه التخصيص. فالأمر بالصلاة وأقيم الصلاة أمر للجماعة، فيتناول كل فرد ولا يخرج أحد لعدم المخصص، فإن وجد مخصص عمل به، مثل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة، نص على التخصيص. قال أو يكون الخطاب الوارد لا يعم، فحينئذ يكون فرض كفاية، فحينئذ يعني إذا جاء الخطاب لا يدل على التعميم فإنه يكون فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أين الشاهد في الآية؟ منكم، أحسنت، منكم، لأن من للتبعيض، وهذا ينافي التعميم، فيدل على أن الواجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاحتساب يعني أن يكون فرض كفاية. ثم قال وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا قرأنا، طيب، وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به
مثل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لئن أشركت لا يحبطن عملك يتناول أمته. وما توجه إلى صحابي تناول غيره من الصحابة وغيرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص. لحديث أبي بردة بن نيار اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا هو اختيار الأكثر. وقيل يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعمم، لأن كعب بن عجرة لما نزلت في حقه الفدية فهم منها الاختصاص، فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد والله أعلم. أحسنت. يقول وما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من حكم أو خوطب به توجه الخطاب إليه مثل ولا تصلي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تصلي على أحد من المنافقين والكافرين مات. وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن، لئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وكذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الخطاب يتناول أمته. وهذا هو مذهب الأكثرين، هذا مذهب أكثر العلماء، أن الخطاب المتوجه لجماعة يتناول الكل، والخطاب المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول جميع المكلفين إلا ما خصه الدليل. لأن بعض الحنابلة وبعض المالكية وكثير من الشافعية قالوا الخطاب يتوجه لما الخطاب يختص بمن توجه إليه الخطاب. قال وما توجه إلى صحابي تناول غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وتناول غيرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص. خطاب إذا وجه لواحد من الصحابة أو بعض الصحابة فهو خطاب لجميع الأمة، ولا يحتاج أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لك يا فلان ولجميع الناس. كل ما ذكر لواحد حكما قال هو لك ولجميع الأمة، ما يحتاج هذا عليه الصلاة والسلام، إنما يلقي الحكم على واحد من المكلفين أو بعض المكلفين فيبلغونه لغيرهم، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يخاطب به من؟ معاذ، يناديه ويقول لا تدع أنت. طيب وغيره هل يستحب له هذا؟ كذلك يدخل، فيكون غير معاذ أيضا مخاطبا بهذا الحديث. يا حذيفة تعلم كتاب الله، هو كما قال صلى الله عليه وسلم، وتعلم كتاب الله يختص بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه؟ لا، بل لحذيفة ولغيره من أفراد الأمة. فهذا معنى قوله إذا توجه الخطاب لصحابي عمه وعم غيره من الصحابة وغيره من المسلمين إلى يوم القيامة. وينبغي تقييد المسألة بما إذا وجه الحكم للصحابي، أما إن نادى الصحابي وأتى بلفظ عام فينبغي الخروج، أن تخرج المسألة عن محل النزاع. يعني لو خاطب صحابيا بعينه لكن الحكم المذكور معه فيه لفظ يدل على التعميم له ولغيره، فإن المسألة هذه، يعني هذه الصورة تخرج عن محل النزاع. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، فحينئذ ما يصح أن ندخل هذه الصورة في محل النزاع هنا،
لأنه يقول لا يدخل أحد، أحد نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فحينئذ ما يقول أحد أن هذا يختص بكعب بن عجرة، لأن هذا خارج عن محل النزاع. قال المصنف رحمه الله: ما لم يقم دليل مخصص. فإذا قام الدليل المخصص وجب العمل به، وحينئذ يختص الحكم بمن خصه الدليل. قال: كحديث أبي بردة. يبدو والله أعلم أن كلمة لحديث هي كحديث، لأن اللام هنا ما لن تكون للاستدلال، لن تكون تعليلية يقصد بها الاستدلال، ولا يوجد فيها دليل أصلاً على القاعدة التي ذكرها، لكن اللام والكاف تشتبهان في كثير من المخطوطات. اللام والكاف من الأخطاء التي يقع فيها كثير من محققي كتب التراث نظراً لالتباسها في النسخ المخطوطة، والله أعلم. قال: كحديث أبي بردة ابن نيار، هاني ابن نيار رضي الله عنه الأنصاري، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالجذع بدل الثني، بدل المسن، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجذعة؟ قال: اذبحها، يعني الجذعة، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. فدليل الخصوصية في قوله لا تجزي عن أحد بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل التخصيص، فلا يصح لغير أبي بردة رضي الله عنه أن يضحي بالجذعة. ثم قال: وهذا هو اختيار الأكثر. هذا هو اختيار الأكثر في أن الخطاب يتوجه للكل، لكل الصحابة وكل المسلمين إلا ما خصه الدليل. قال: وقيل شروع في المذهب الثاني في المسألة، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية. وقيل: يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعمم، أو إلا أن يعمم، يعني المذهب الثاني عكس المذهب الأول، فجعلوا الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب. قال: لأن كعب بن عجرة لما نزلت في حقه الفدية فهم منها الاختصاص، يقصد الفدية يعني الفدية في لمن حلق رأسه متأذياً، يعني مضطراً محتاجاً إلى حلق رأسه وهو محرم، فعليه الفدية كما في القرآن العظيم في سورة البقرة. قال: فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألهذا العام أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. ويبدو والله أعلم أن الحديث يعني التبس على المصنف رحمه الله، وكلنا يخطئ، لأن هذا ليس كلام كعب بن عجرة، ولا أظنه ورد في قصة حلق رأسه، والله أعلم، إنما هو حديث سراقة بن مالك في المسألة التي ذكرناها، مسألة فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، حين قال: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل هي للأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد الاستدلال بالحديث، تفضل، الاستدلال بالحديث لأصحاب المذهب الثاني من جهة تخصيص الزمان، السؤال عن تخصيص الزمان، يعني كأنه يقول إن الصحابي المخاطب بهذا الحكم فهم اختصاص الحكم بذلك العام بزمن، وليس أن الحكم يعم كل الأزمنة. فكذلك ينبغي أن نقول مثله في الأفراد، أن نقول أن الحكم يختص بمن وجه إليه الخطاب، ولا يكون التعميم هو الأصل، هكذا يقول أصحاب المذهب الثاني، وهكذا استدلوا بالحديث. وحينئذ ففائدة الخلاف هو أن الأصل يكون الأصل عند أصحاب المذهب الأول هو التعميم، فالذي يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل، ومن يدعي تعميم الأحكام لا يطالب بالدليل، لأنه متمسك بالأصل عندهم. وأصحاب المذهب الثاني عندهم العكس، فعندهم أن مدعي التخصيص، مدعي الخصوصية، لا يطالب بالدليل، بل يكفيه ظاهر النص، والذي يدعي تعميم الحكم
هو الذي يطالب بالدليل عند المناقشة أو المناظرة أو المباحثة أو غير ذلك. وبهذا نكون انتهينا من مباحث الأمر بحمد الله، ونشرع الآن في فصل جديد وهو مباحث النهي. فقال قال المصنف رحمه الله: فصل. النهي وهو مقابل الأمر أي ضده، فما قيل فيه أي في الأمر من شيء فمثله هنا. فالنهي استدعاء الترك بالقول أو ما قام مقامه، وهل يشترط العلو والاستعلاء كما تقدم؟ وصيغة نعم إلى هنا أحسنت. يقول: النهي وهو مقابل الأمر أي ضده. نعم، النهي هو ضد الأمر. قال: فما قيل فيه يعني في الأمر من شيء فمثله هنا، لكن ينبغي أن يقيد العبارة كما قيدها غيره بقيد مهم، بأن يقول: فما قيل في الأمر من شيء فمثله هنا على الضد. لابد من كلمة على الضد، لأن هذا معنى المثلية هنا، يعني مثله لكن يكون على الضد، بما أن النهي هو ضد الأمر وليس هو مثله. ويتصور هذا في عدة مسائل، يعني مقتضى الضدية، مقتضى علاقة الضدية بين النهي والأمر من عدة صور. منها أن الأمر المطلوب فيه الفعل، وأما النهي فالمطلوب فيه الترك. أن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وحينئذ نقول النهي يقتضي قبح المنهي عنه. الأمر يقتضي الوجوب، فنقول في النهي يقتضي التحريم، لأن التحريم ضد الوجوب. الأمر على الصحيح لا يقتضي إلا طلب الفعل، فلا يدل على فور ولا تكرار، فنقول النهي يدل على الفور والتكرار. واضح؟ وسيلة الأمر مأمور بها، ووسيلة النهي منهي عنها. هذا معنى الضدية بين الأمر وبين النهي. وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالنهي عن الشيء أمر بضده، تعكس المسائل. ثم شرع المصنف رحمه الله في تعريف النهي، قال: استدعاء الترك بالقول أو ما قام مقامه، كما فعل في تعريف الأمر. فالنهي هو استدعاء أي طلب الترك، فإن النهي عن الربا هو طلب لتركه. قال: بالقول، يعني الصيغة وهي لا تفعل. أو ما قام مقامه، ما قام مقام اللفظ كالكتابة أو كالإشارة، فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ينهاهم عن شيء فهو نهي، كأنه نهي بالقول. وإذا كتب لأحد عماله على الصدقات أو على الأمصار ينهاهم عن شيء فهو نهي بالقول حكما. ثم قال: وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ هل يشترط العلو والاستعلاء؟ قال: كما تقدم، يعني أن الخلاف فيهما كالخلاف في مبحث الأمر، فمن شارط للعلو والاستعلاء، ومن ناف لشرطية العلو والاستعلاء، ومن اشتراط ومن مشترط للعلو دون الاستعلاء. الأقوال الثلاثة السابقة. نعم، تفضل يا شيخ. وصيغة لا تفعل، وإن احتملت تحقيرا كقوله: لا تمدن عينيك، أو بيان العاقبة: ولا تحسبن الله غافلا، أو الدعاء: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو اليأس: لا تعتذروا اليوم، أو الإرشاد: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تزؤكم، فهي حقيقة في طلب الامتناع، قاله أصحابنا وغيرهم. نعم أحسنت. يقول: وصيغة لا تفعل التي هي صيغة النهي، يعني وصيغة لا تفعل التي هي صيغة النهي،
تحتمل معاني عدة، فتحتمل أن تكون بمعنى التحقير: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه. فإن النهي هنا نهي تحقير، يعني أن ما أعطاه الله للأغنياء من المال والدنيا هو حقير بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة. هذا معنى التحقير الذي هو المعنى الأول. ثم قال: أو بيان العاقبة. قد تأتي لا تفعل لبيان العاقبة. واستدل المصنف على هذا المعنى بقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا الآية. ويبدو والله أعلم أن هذا سهو من المصنف، لأن الذي يمثل به العلماء هو قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل قال بعضهم إنه لا يوجد مثال لهذا المعنى لصيغة لا تفعل لبيان العاقبة في القرآن إلا هذا المثال. يعني معنى الآية تدل على عاقبة الذين قتلوا في سبيل الله، أن عاقبتهم أنهم لا يكونون أمواتا كسائر الأموات، وإنما يكونون أحياء عند ربهم سبحانه. قال: أو الدعاء: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقول الله عنهم لا تؤاخذنا هو للدعاء. قال: أو اليأس: لا تعتذروا اليوم. فهذا تيئيس من الله سبحانه وتعالى للكفار، أنه لن يقبل منهم عذر مهما أدلوا بأعذار يوم القيامة، لا يقبل الله منهم عذرا، فهو تيئيس، نهي تيئيس. قال: أو الإرشاد: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا للإرشاد. قال: فهي حقيقة في طلب الامتناع، يعني مهما احتملت لا تفعل لمعاني متعددة، إلا أن أصلها الأصيل ومعناها الذي يجب الحمل عليه هو طلب الامتناع، ولم يقل المصنف التحريم، إنما قال طلب الامتناع. وطلب الامتناع يصدق بالتحريم ويصدق بالكراهة، والسبب أن المكروه منهي عنه على سبيل الحقيقة، لكن الراجح منهما هو التحريم، يعني الحمل على التحريم حينئذ يكون راجحاً على الحمل على الكراهة. ثم قال: قاله أصحابنا وغيرهم. نعم، هو مذهب أكثر العلماء من المذاهب الأربعة، مذهب عامة العلماء، خلافاً لكثير من المعتزلة، فإنهم لم يحملوا الأمر على معناه الأصلي. وكذلك الشيعة فإنهم قالوا إنه مشترك بين التحريم وغيره. أما مذهب عامة العلماء فهو أن النهي للتحريم. تفضل يا شيخ. ويختص به أي النهي مسألتان، إحداهما إطلاق النهي عن الشيء لعينه كالنهي عن بيع الملاقيح يقتضي فساد المنهي عنه شرعا عند الأكثر، وقيل يقتضي فساده لغة، وقيل لا يقتضي فساده قاله بعض الفقهاء والمتكلمين، وقيل في العبادات فقط اختاره أبو الحسين. وكذا النهي عن الشيء لوصفه كصوم يوم النحر وبيع درهم بدرهمين يقتضي فساده عند أصحابنا والشافعية، وقيل يقتضي فساد وصفه فقط اختاره أبو الخطاب وهو قول الحنفية كالنهي عن بيع الغرر. وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه كالبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثر من الفقهاء وغيرهم. فإن كان النهي عن غير العقد كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه فلا يقتضي فساده على الأصح. أحسنت. هذا شروع في المسألة المشهورة، وهي أشهر مسائل مباحث النهي، وهي مسألة النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضي. فقال المصنف رحمه الله: ويختص به، يعني يختص
باب النهي عن باب الأمر بمسائل، وذكر منها مسألتين، فقال إحداهما مسألتان، إحداهما إطلاق النهي عن الشيء لعينه إلى آخره. هذه الصورة الأولى من صور مسألة النهي الشرعي، هل يقتضي بطلان المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ فقال إطلاق النهي عن الشيء لعينه، هذه الصورة الأولى، وهو أن ينهى عن الشيء لعين الفعل، يتوجه النهي لذات الفعل، لا أن أصله مشروع، بل نفس الفعل منهي عنه، فلا يمكن تصحيحه بحال. هذا المعنى المنهي عنه لعينه. والحقيقة أن المصطلحات الثلاث، المنهي عنه لعينه، والمنهي عنه لوصفه، والمنهي عنه لوصف المجاور، تفسر بأضدادها، تفسر بأضدادها. فيقال المنهي عنه لذاته معناه أن النهي لم يتوجه إلى شرط المنهي عنه ولا إلى أمر خارجي مقارن، ثم تأتي عند لوصفه فتقول هو الذي لم يتوجه النهي لذات المنهي عنه ولا لأمر خارجي، وكذلك تقول في الأخير. فقال كالنهي عن بيع الملاقيح يقتضي فساد المنهي عنه شرعا عند الأكثر. المنهي عنه لذاته، لعينه، لعين الفعل، يقتضي فساده شرعا، هذا المذهب الأول. وقوله كبيع الملاقيح هو المثال، والملاقيح، وكان ينبغي أن يكتب بعدها والمضامين لشهرة المثال، بيع الملاقيح والمضامين، هو منهي عنه لعينه. واختلف العلماء في تفسير الملاقيح والمضامين، فأكثر العلماء على أن الملاقيح هي بيع الأجنة في بطون أمهاتها، بيع جنين الناقة مثلا أو بيع جنين الشاة، يعني ما في بطنها. والمضامين هو بيع ما في أصلاب الفحول، مني الفحل. وعكس المالكية في تفسير الملاقيح والمضامين، عندهم العكس في تفسير الملاقيح والمضامين. وعلى كل فهو يقتضي النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، قال شرعا والمقصود لا لغة، يعني الكلام هنا طوى بعض الكلام المصنف رحمه الله اختصارا، فينبغي التنبيه عليه حتى لا تلتبس المذاهب. يقول يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، يعني لا لغة، يعني طريق ثبوت فساده هو الشرع لا اللغة. وقال وهذا مذهب الأكثرين من المذاهب الأربعة والظاهرية، بل حتى بعض المتكلمين قالوا بهذا المذهب. ثم قال وقيل شروع في المذهب الثاني، ولا يعرف قائل المذهب الثاني والله أعلم. قال وقيل يقتضي فساده لغة، لا نقول يعني لا شرعا، وإنما يقصدون يقتضي فساده لغة وشرعا، يقتضي فساده لغة كما اقتضاه شرعا. وترك المصنف مذهبا ثالثا معروفا، وهو أنه يقتضيه عقلا، يقتضي الفساد عقلا، وهو اختيار ابن الحاجب. ثم قال وقيل هذا شروع في المذهب الثالث لا يقتضي فساده، وهذا قاله بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة، قالوا لا، النهي عن الشيء حتى لو كان لعينه ما يقتضي الفساد. ثم قال وقيل في العبادات هذا شروع في المذهب الرابع في المسألة، وهو فيه تفصيل، في العبادات فقط، يعني دون المعاملات، لأن الفساد وعكس الفساد وهو الصحة إنما يتصور في العبادات والمعاملات. فهذا أصحاب المذهب الرابع قالوا النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد في العبادات فقط دون المعاملات، اختاره أبو الحسين البصري وجماعة من الشافعية. قال وكذا النهي هذا شروع في الصورة الثانية للمسألة، الصورة الثانية، بعد أن ذكر النهي عن الشيء لعينه شرع في ذكر النهي عن الشيء لوصفه، وهو أن ينهى الشارع عن شيء مقيدا بصفة، يعني لأجلها نهي عنه، وإلا فأصله مشروع. هذا معنى
النهي عن الشيء لوصفه. قال: كصوم يوم النحر، فإن الصوم قربة ما ينهى عنها، لكن وقوعه في يوم العيد هذه الصفة هي التي أوجبت النهي، فلهذا يسمى منهيا عنه لوصفه يعني لا لأصله. قال: وبيع درهم بدرهمين، هذا أيضا مثال للمنهي عنه لوصفه، فإن بيع الدرهم بالدرهمين الأصل أنه بيع، وهذا المبيع مما يجوز التعامل به، لكن الإشكال في الصفة وهي وجود الزيادة الربوية في أحد العوضين، يعني بيع ربوي بمثله مع عدم التفاضل، فهذه الزيادة هي التي استوجبت النهي. قال: يقتضي فساده عند أصحابنا والشافعية. وقيل هذا المذهب الثاني يقتضي فساد وصفه فقط، يعني دون أصله، هذا المذهب الثاني في الصورة الثانية. وقيل يقتضي فساد وصفه فقط، يعني لا فساد أصله، وحينئذ لا يبطل العقد ولا تبطل العبادة، وإنما يأثم المكلف بارتكاب النهي، وهذا هو تأويلهم لقولهم فساد وصفه، يعني المستلزم للتأثيم، وملك الثمن ملكا خبيثا، هكذا يقصدون، دون أصله فيبقى أصله صحيحا. وهذا المذهب اختيار أبي الخطاب من الحنابلة، وهو قول الحنفية، ومثله المصنف رحمه الله بالنهي عن بيع الغرر. النهي عن بيع الغرر، كان يقول: بعتك عبدا من عبيدي بمئة ألف. طيب من هو؟ فيه جهالة وغرر، من العبيد من يساوي المئة، ومنهم من يساوي عشرة ألاف مثلا، فهذا فيه تغرير، ما يجوز مثل هذا. ويكون حينئذ مذهب الحنفية أن الأحوال ثلاث، الأحكام ثلاث: الصحيح والباطل والفاسد، وجعلوا الفاسد في منزلة بين منزلتي الصحة والبطلان، وسبب كونه في منزلة بينهما أن فيه شبها بكل منهما، وبيان ذلك أن الصحيح له أثران: الأول الإجزاء أو الصحة، يعني النفوذ والإجزاء والاعتبار، والثاني عدم الإثم بل حصول الثواب في شأن العبادة. والباطل على عكس هذين الأثرين، يعني أن الباطل له أثران: الأول عدم النفوذ وعدم الإجزاء، والأثر الثاني حصول الإثم لأنه ما ارتكب النهي الشرعي. فتلاحظون أن الباطل عكس الصحيح في الأثرين والحكمين، الفاسد يجمع من كل الحكمين أثرا، فقالوا في الفاسد يأثم والعقد أو العبادة تصح، فصار في مرتبة وسطى بين مرتبتي الصحة والبطلان. ثم قال: وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، هذه الصورة الثالثة، النهي لمعنى في غير المنهي عنه، إلا أن هذه الصورة الثالثة التي يعبر عنها كثير بأنه نهي عن الشيء لأمر خارجي مقارن، يعني النهي عن الشيء لأمر اقترن به لكنه ليس ذات المنهي عنه ولا هو شرط من شروطه، إنما حصل معه، حصل أنه اقترن به، إلا أن المصنف رحمه الله جعل هذه الصورة الأخيرة صورتين، فقال: وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، يعني النهي عن الشيء لأمر خارجي، إلا أن هذا الأمر الخارجي توجه لنفس العقد
وهو أمر خارجي. توجه النهي لعين العقد، إلا أن الذي استوجب النهي هو أمر خارجي، لا هو ذات الفعل ولا هو شرط من شروطه. قال: كالبيع بعد نداء الجمعة. البيع بعد نداء الجمعة توجه النهي للبيع، إلا أنه روعي فيه، يعني المقصود من النهي هو أمر خارجي عن البيع، وهو تفويت الاستماع للخطبة. ومن أمثلة هذا النوع النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، فإن النهي ليس لعين الفعل، لأن الصلاة مأمور بها، ولا لشرط من شروطه، فإن الشروط يعني تامة في الصلاة، أتى بالصلاة كاملة بواجباتها وأركانها وشروطها، إلا أن النهي لمعنى آخر، وهو أن فيه تفويتاً، أن في الصلاة تفويتاً للدار، لصاحب الدار، عن أن يستنفع بداره، يعني أنها استمرار للغصب. قال: عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية. نعم، هو مذهب الحنابلة والظاهرية، خلافاً للأكثر من الفقهاء من المذاهب الثلاثة وغيرهم من المتكلمين. ثم قال: فإن كان النهي عن غير العقد، لاحظوا هذه الصورة، يعني الحالة الثانية من الصورة الثالثة، أن النهي ما يتوجه لنفس العقد، مع أن الذي استوجب النهي هو أمر خارجي اقترن بالفعل حصل معه. قال: فإن كان النهي عن غير العقد كتلقي الركبان، تلقي الركبان يعني أن يأتي أهل الحاضرة فيستقبل أهل البادية في أثناء الطريق الذين جلبوا أموالهم، يعني ما معهم من مال من سمن وعسل ودواب وغير ذلك، ليبيعوها في سوق الحاضرة، فيتقدمون إليهم في أثناء الطريق ويأخذون منهم هذا الجلب ويشترونه، فهذا فيه غرر، يعني فيه يعني قد ينقصونهم حقه، وأيضا فيه ضرار بأهل السوق. قال: والنجش، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، أو يغري المشتري بأنها ذات ثمن فيزيد في السلعة في ثمنها. قال: والسوم على سوم أخيه، بأن يتفق العاقدان على الثمن ولكنهما لم يعقدا بعد، اتفقا لكن لم يعقدا العقد بعد، فيأتي ويقول، يأتي شخص ثالث فيقول للبائع: أنا أشتريها منك بكذا وكذا، يزيد على ما اتفق عليه، يعني الطرف الثالث يزيد، فهذا سوم على سوم أخيه، لا يجوز مثل هذا. قال: والخطبة على خطبة أخيه، أن يخطب امرأة يعلم هو أن غيره من المسلمين قد خطبها قبله. قال: فلا يقتضي فساده على الأصح. فالنهي هنا كما تلاحظون لم يتوجه للعقود، ما توجه لنفس الفعل، وإنما لأمر خارجي اقترن معه. قال: فلا يقتضي فساده على الأصح، يعني على الأصح في المذهب، خلافاً لبعض الحنابلة ولبعض المالكية. فالنهي في هذه الصورة الأخيرة لا يقتضي الفساد، يعني في الأصح من المذهب، بل هو مذهب أكثر العلماء، وإنما خالف بعض من الحنابلة قول مرجوح في المذهب، وأيضاً بعض المالكية. نعم، تفضل يا شيخ. المسألة الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر، خلافاً لقوم منهم ابن الباقلاني وصاحب المحصول، فإن قال لا تفعل هذا مرة اقتضى الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي، وقال غيره يقتضي تكرار الترك، والله أعلم. نعم، هذه المسألة الثانية مما اختص به النهي عن مباحث الأمر، هكذا يقول المصنف رحمه الله.
يقول: النهي يقتضي الفور والدوام، وهما شيئان. الفورية أن يستجيب للنهي فيترك المنهي عنه فوراً بمجرد سماع الخطاب الشرعي، والدوام يعني الاستمرار على الامتثال، الاستمرار من المكلف على ترك المنهي عنه، فهما شيئان. قال: عند الأكثر. نعم، هو قول عامة العلماء، هو أكثر قول أكثر العلماء. ثم قال: خلافا لقوم وهم قلة قليلة، منهم أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله، ومنهم طبعا الباقلاني حكاه عنه غيره، مذهب الباقلاني حكاه غير الباقلاني عنه، منهم ابن عقيل. قال: وصاحب المحصول، وحتى صاحب المحصول عبارته ليست صريحة في المخالفة في المسألة، لأنه قال: إن قلنا إن الأمر للتكرار، إن النهي للتكرار فلا يقتضي الفور، وإلا فلا. فالعبارة يعني محتملة. ثم قال: فإن قال، يعني الشارع، لا تفعل هذا مرة، اقتضى الكف مرة لوجود القرينة، وهي قوله مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك، يعني حتى لو قال اتركه مرة ينبغي أن يتركه العمر، هكذا قيل، مع أنها مسألة افتراضية، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.